تذكر أنها استعملت والدتها بعض الأدوية أو العقاقير على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس، وتقول إن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات، وتذكر أن شخصا فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجا وشفي رأسه ونبت شعر غزير، وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت الشعر بكمية غزيرة، وأرادت أن تأخذ منه العلاج، إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعدما شفي هو عرف من أحد الذين يقرؤون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه، وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب، كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة، وترجو الإفادة من فضيلتكم. الحمد لله. هذا السؤال يتضمن الحقيقة فقرتين، الأولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذا الحال التي وصفت، حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود. على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها، لأنها في الحقيقة ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيب، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فقد لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء. لكن هذه المرأة الحقيقة لا تشبه الواصلة، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها، وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث، وهذا لا بأس به، لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل، وبين المسألتين فرق. وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير، إذا ثبت أن فيه شحما الخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة، لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال تعالى آمرا النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها، وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبر. وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو حرام، يعني حرام الاطلاع يعني البيع الذي هو الإنارة، يعني البيع. نعم البيع. نعم يعني البيع، لأنه هو موضع الحديث. نعم. والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مبررا للبيع، قالوا إن هذه المنافع التي ينتفع بها الناس في شحوم ميتة ألا تبرر بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام. وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه، وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله، لأن شحم الخنزير نجس. هذا إذا ثبت. نعم نعم أحسنتم.
إذا نقول التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة أنها إن شاء الله تعالى البنت السعيدة من الرويس، لأنها تسعد إن شاء الله بسماحة الإسلام ويسره، وأن لها أن تستعمل الباروكة لأنها ليست من التي تريد أن تزود شعرها، ولها أن تستعمل العلاج وإنما تغسله عند أداء الصلاة. نعم.